جارث بيل من ملهم إلى زميل، والماكينات الألمانية تحافظ على البيئة، وأليجري من التدريب إلى الرقص. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، فأهلا بكم. تمسكوا بأحلامكم، فقد تتحولون من معجبين إلى زملاء لأهم النجوم. هذا ما حدث مع ريجلون عندما طلب أخذ صورة في 2014 مع الويلزي جارث بيل، وعلق عليها: أسعد أيام حياتي. ما هي إلا 4 سنوات حتى أصبح زميله في ريال مدريد الإسباني. وفي 2020 توتنهام قدم ريجلون وبيل سوياً كلاعبين جدد للفريق. نبقى في إنجلترا وتحديداً مع المتنفسين الصعداء عقب رحيلهم من ريال مدريد. الحديث هذه المرة عن خميس رودريغيز الذي وجد أول مشجعي في إيفرتون بالفعل، طفله سامويل. هكذا احتفل بعد تسجيل أبيه لهدفه الأول مع فريق أنشيلوتي. يسحقون المنافسين بلاعبين كالنفاثات، ثم يركبون سيارات كهربائية حامية للبيئة. نتكلم عن الفريق الذي لا يتحدث إلا بلغة الثمانيات، بايرن ميونخ، إذ أصبح الفريق البافاري أول ناد لكرة القدم يستخدم سيارات تعتمد على الطاقة الكهربائية. أبطال أوروبا استلموا سياراتهم من طراز أودي إيترون في مجمع الشركة المصنعة وسط أجواء هادئة بسبب كورونا. من الملاعب إلى المسارح، ماسيميليانو أليجري يترك كرة القدم ويتجه إلى الرقص. مدرب يوفنتوس وإسي ميلان الإيطالي السابق شارك في رقصة تانجو رفقة الراقصة روبرتا بيكاريني خلال أولى حلقات عرض برنامج الرقص مع النجوم. يبدو أن الفرنسي باتريس إيفرا جاء بالعيد، فمن وراء تصريح له اضطرت محطة سكاي سبورتس للاعتذار بعد أن ادعى محللها الحالي إيفرا على الهواء مباشرة وجود علاقة سابقة بين لاعب مانشستر يونايتد السابق ويلفريد زاها وابنة مدربه آنذاك ديفيد مويز. سكاي سبورتس قالت إنه هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. لم يكتفي مدافع إشبيليا دييغو كارلوس باحتفاظ السجلات مواقع التواصل أو مواقع تسجيل البطولات بإحراز فريق إشبيليا لبطولة الدوري الأوروبي، فقرر حفظ نسخة على جسده بالأمس وشمان الكأس وتاريخ إحرازه في أغسطس الماضي على قدمه.